ساري غليزان الصاعد الحديث للرابطة المحترفة الأولى موبيليس يمر بظروف صعبة للغاية بعد استقالة الإدارة المسيرة، وهو ما أدخل الفريق في دوامة من المشاكل، بداية من صعوبة الطاقم الفني في مباشرة التدريبات بسبب تأثر اللاعبين بما يحدث داخل الفريق. الفريق تاعنا راه يمر بمرحلة صعبة، لكن رانا نحوسوا كما قلت توجور نلقوا دي سوليسيون بور كو ليكيب ديمار ان شاء الله في الشامبيون هذا. Après deux défaites consécutives, j'espère que le prochain match, on va se ressaisir tout d'abord et qui me dit que نعاود نقولوا سكه النتائج الايجابيه. بعض اللاعبين ابدوا صراحتهم فيما يحدث، الا انهم ابدوا عزيمه كبيره في تجاوز المرحله الصعبه. لي بروبليم هادو صافي بارتي في فوتبول كيما نقولوا، بزاف تاع لي زيكيب اللي عندهم هاد لي بروبليم. حنا رانا نسيو كيما نقولوا نعالجوا الوضعيه معاهم، رانا نستناو من الاداره ان شاء الله الفرج القريب، وان شاء الله يا ربي ما يكون غير الخير ان شاء الله من القدام. لي بروبليم هادو سورتو الجوار كيما نقول لك، البروبليم تاع دراونك شغل يلعب دور اللي هو، وين ما نقول لك المشاكل هادو ما اثروش علينا، نكذب عليك أثر علينا المشاكل هادو. واش نقول لك، الله غالب، ما كما يقول لك واحد ما عنده ما يدير، يلعب حتى يتفرى ان شاء الله يفروها الاداره. سريع يعيش مشاكل كبيره واللاعبون في حيره من امرهم، وينتظرون تسويه وضعيتهم الماليه، فيما يبقى المناصر الغليزاني يترقب ساعه الفرج ويعيش على الاعصاب.